إن القول الصحيح من أقوال العلماء أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا يجوز للعبد أن يدعها في صلاته سواء كان مأموما أو إماما أو منفردا، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حتى ولو كنت مع الإمام. ولذا أبو هريرة رضي الله عنه لما قيل له: إذا كنت مع الإمام ماذا أفعل؟ فقال رضي الله عنه: اقرأ بها سرا. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فقط، أما ما عدا ذلك فلا يقرأ. وأما قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فهي آية عامة يستثنى منها الفاتحة. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة إمامه له قراءة، هذا حديث مختلف فيه بين العلماء هل هو ثابت أو غير ثابت، ومع ثبوته فإنه حديث عام يستثنى منه سورة الفاتحة. فقراءة إمامك لك قراءة، ما عدا الفاتحة فإنك يجب عليك أن تقرأها. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لما قال في السنن: ما لي أنازع القرآن، فانتهى الناس عما يجهر به، فالمراد من هذا الحديث ما عدا سورة الفاتحة. فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة من ركعاتها، ومن ترك قراءتها فقد ترك ركنا من أركان الصلاة وصلاته لا تصح. بعض العلماء يرى أن المأموم إذا كان خلف إمام يجهر بالقراءة أنه لا يقرأ الفاتحة، واستدل بتلك الأحاديث التي ذكرت لكم آنفا، ولكنها أحاديث ونصوص عامة يستثنى منها قراءة الفاتحة.